يصل صوته إلى الرئيس، وأنا واثق أن الرئيس سيتلقى هذه الرسالة وحيوليها أهمية خاصة. رسالتك ايه للشباب يا فندم؟ يعني حضرتك كنت رئيسا لمصر عقب 30 يونيو في وقت كانت البلد في فورة، يعني فورة وثورة، واكيد قابلت كتير من الشباب. رسالتك ايه للشباب اللي كتير منهم يعني بيفكر كتير، انزل منزلش، اروح ما اروحش؟ رسالتك ايه للشباب يا سيادة الرئيس؟ الشباب دول عماد المستقبل يا استاذ لميس، وانا في خلال وجودي في الفتره اللي كنت موجود فيها في التكليف اللي كلفوني بيه اكيد قابلت ناس كتير منهم واستمعت الى اراء كثيره. الشباب او بعض الشباب، هو في شباب كويس جدا وفاهم الاوضاع اللي احنا فيها وقد كده مقدر الظروف اللي محيطه بينا والمخاطر اللي بتحيط بالدوله من كل جانب، سواء أو تحديات داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية أو مخاطر خارجية، وده احنا شايفين اللي بيحصل على الساحة الدولية يا أستاذ لميس. لكن في بعض يعني أنا آسف يعني يكتفي فقط بأن يعارض ويعارض كل شيء. هل المعارضة في ذاتها يا أستاذ لميس تبني؟ أنا آسف، لا طبعا لا تبني. حضرتك عارض، بس عندما تعارض يجب أن تلم بالموضوع الذي تتكلم فيه. مش ممكن إن أنا وحضرتك وفلان وعلان هنفهم في كل شيء، مستحيل يا فندم. في متخصصين بيفهموا وبيديروا وبيؤدوا، فأنت عندما تعترض لازم تقدم البديل للقيادة لكي تزن هذا البديل المطروح، هل يصلح ولا ما يصلحش. ومعارضتك في حد ذاتها ما تكفيش، أنت سلبي في الحالة دي، أنت سلبي وسلبيتك لا تفيد الوطن، وإنما شارك وانزل واقرأ وادرس وقول لنا حلول. إذا ما خدناش بيها، إذا كانت حلول صحيحة يبقى عندك حق تخطر. سيادة المستشار، العالم ينظر إلينا، يعني من الصبح وإحنا بنبص على الميديا الأجنبية وحضرتك عارف كيف ينظرون إلينا. الرسالة المصرية كيف يجب أن تكون؟ يعني إيه الرسالة؟ علشان كده إحنا بنقول للناس انزلوا وشاركوا، مهم جدا المشاركة، لأن مشاركتك دي رسالة للعالم. ما هي الرسالة التي يجب أن يطلقها المصريون للعالم الذي ينظر إلينا؟ لو نزل المصريين في هذه الانتخابات لممارسة حقهم الدستوري والقانوني، هي نزولهم رسالة للعالم ان احنا نحن كمصريون حريصون على اداء حقوقنا الدستورية، وان احنا بنمارس الديمقراطية ممارسة صحيحة، حتى لو كنا معترضين فنحن نمارس في الصندوق، لان الصندوق هو الوقت الوسيلة الوحيدة ل التعبير عن آرائنا، إما أن نؤيد وإما أن نعارض. بشكرك. أما الخارج، اسمحي لي، الخارج يعني في معايير مزدوجة كثيرة أستاذة لميس، يعني أنا مش عايز بس أتكلم في موضوعات يعني قد تمس دول أخرى، يعني في ناس معترضة على كل شيء. يعني يا أستاذة لميس، ما زال البعض بره بيقولوا علينا انقلابيين طبعا. وانه ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب، وبيرددوا ما يرددوا الابواق الاخوانيه في الخارج. هذا كلام انا يهمني الداخل. ويا استاذ لميس، البلد دي لو نهضت هتفرض نفسها على الخارج والكل سيحترمها بغض النظر عن مواقفهم الان. شكرا استاذ. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري السابق، اللي يعني جه في اوقات صعبه وقدر ان هو يعني
يقي البلاد في أوقات صعبة أيضا. المستشار عدلي منصور يعني جاء بعد ثورة 30 يونيو مكلفا من المجلس الأعلى للقيادة المسلحة، والحقيقة مكلفا من المصريين كرئيسا للمحكمة الدستورية، رئيسا مؤقتا للبلاد، وفي الفترة اللي هو قدر ان هو يقف فيها ويحمي البلاد الحقيقة من مشكلات كثيرة جدا. بشكرك على المشاركة، مش بس معانا، بشكرك على المشاركة الانتخابية، بس طبعا حضرتك يعني أكيد بتقوم بدورك الانتخابي. نرجع تاني لي